الحظ بيحرم الزمالك من 3 نقط مهمة جدا 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 قدام أسوان. الزمالك بيوصل، الزمالك بيضيع، الزمالك شكله غريب، وباتشيكو تأخر قوي في التغييرات. النهارده الزمالك لعب مباراة مميزة ولكن للأسف لم يخرج بال3 نقاط. هنتكلم في كل حاجة في مباراة النهارده، بس هنخش في الحلقة. انزل اعمل لايك واعمل اشتراك وسبسكرايب في قناة وفعل الجرس عشان يجيله كل جديد، وعشان نوصل 5000 مشترك قبل نهاية 2021. ويلا بينا نخش في الحلقة. حطني رقم واحد في القصير. الزمالك النهارده بدا بال4 2 3 1، بدا بابو جبل قدام الونش وعبد الغني، على اليمين حازم امام، على الشمال فتوح، 2 في نص الملعب امام عاشور وطارق حامد، وبما نمره 10 على الشمال بن شارع، على اليمين زيزو، قدام بيلعب بمصطفى محمد. مصطفى محمد رجع للتشكيل الاساسي من تاني، والزمالك على طول في اول دقيقه في المباراه هوب جول الاول عن طريق مصطفى محمد، ولكن نكتشف ان الحكم بيلغي الهدف بسبب فاول في نص الملعب على امام عاشور. هو فاول مستحق، والجون ان هو اتلغى جون فعلا يتلغي كل حاجه تمام. بس بعد ما الجون اتلغى الزمالك كان بيوصل للجون، بيحاول يهدف، ولكن في حاجه كانت ناقصه، في حركه كانت ناقصه، اللي انت كنت بتلعب على العرضيات، كنت بتحاول تشتغل الاطراف بتاعتك كويس جدا، اطرافك كانت بترفع عرضيات كويس جدا، لكن الحته الاخيره او اللمسه الاخيره كان فيها مشكله. مصطفى محمد جاب كره في العارضه، بن شرقي اوباما جاب كره في العارضه، الونش جاب كره في العارضه، غير اللي شاله عمر رضوان. فانت عندك كان في حاجه غلط في اللمسه الاخيره، فانت كنت لازم تخلي بالك من اللمسه الاخيره، اللي انت كمان كان عندك مشكله في العمق، عمق الملعب مش عارف تستغله، مش عارف تخش من العمق. كان هنا بقى مفروض باتشيكو من اول على طول ما شاف العمق مش عارف تخش منه، كنت تسحب اماما اللي مختفي تماما 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 النهارده، كنت تنزل مهاجم تاني جنب مصطفى محمد وتلعب 4 4 2 فلات صريحه، وابتدي ترفع عرضيات الاثنين مهاجمين. ولكن النهارده باتشيكو كان مصمم ان هو يبدا بال 4 2 3 1. ليه؟ مش فاهم. انا مش فاهم ليه تصميم باتشيكو اللي هو 4 2 3 1 في ظل الفريق قدامك متكتل دفاعيا، اللعب نمره 10 مش هيفيدك بحاجه. والنهارده شفنا كتير جدا يوسف اوباما جوه منطقه الجزاء اكتر ما شفناه بره منطقه الجزاء، فانت ليه تفضل بنفس التشكيل ونفس التكتيك في ظل انت فريق اللي قدامك متكتل دفاعيا؟ الفريق اللي قدامك حرفيا بيدافع بال11 لعيب، بيدافع بال11 لعيب، فانت ليه بتلعب بال4 2 3 1؟ ملهاش اي لازمه. اللي تلعب بال 4 2 3 1 كنت لازم تسحب اوباما وتنزل بدل مهاجم تاني في بدايه الشوط الثاني. لكن باتشيكو طول الشوط الاول الزمالك كان شكله مميز، الزمالك كان شكله حلو، الزمالك كان بيوصل للجول، الزمالك كان قريب جدا 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 من الجول، لكن سوء التوفيق وسوء الحظ هو اللي خلانا نخرج من المباراه او نخرج الشوط الاول 0 0. كان في ايدينا نخرج الشوط الاول 3 4 بالميت، 3 4 بالميت. وينش ضيع كوره، جاب كوره جنب القائم، جاب كوره في القائم، مصطفى محمد جاب كوره في القائم وشال عمر رضوان منه، وبابا جاب كوره في القائم، وماما عاشور شال كوره بشماله وشال عمر رضوان. فانت قدامك 5 تجوان ضاعوا، 5 تجوان كنت تخرج الشوط الاول 5-0 عادي جدا، ولكن خرجت الشوط الاول 0-0. بس انا عندي كذا حاجه لازم اتكلم عليها. اول حاجه وهي حازم امام، احنا جايبين حمزه المصلوسي ليه؟ دافعين فلوس وبندفع مرتب بالدولار للاعب اجنبي، للاعب واخد مكان اجنبي عندنا في القايمه عشان نلعب حازم امام؟ تلعب حازم امام ليه؟ ان انت جايب حمزه المصطفي ليه طالما تلعب حازم امام؟ خلاص بيه حمزه المصطفي، جيب بدل بقى لاعب اجنبي تاني كان في الهجوم او في نص الملعب. لكن حمزه المصطفي حتى في المباريات اللي شارك فيها حمزه المصطفي مميز، حمزه المصطفي كويس، حمزه المصطفي بيرفع عرضيات كويسه جدا، حازم امام ميح عرضيات او دفاعيا ميح. اللي كان النهارده مغطي على حازم امام هو عبد الغني، على طول عبد الغني تلف ضهر حازم، على طول تلف ضهر حازم، على طول تلف ضهر حازم. حازم امام سيء، سواء عرضياته ما بينفعش عرضيه يعني نحمد بيها ربنا غير كوره واحده بس لاوباما وجت في العارضه، غير كده ما شفناش اي حاجه من حازم امام النهارده. الحاجه الثانيه لازم نتكلم فيها، واللي انت عندك على الدكه فرجاني ساسي. مباراه زي النهارده محتاج لاعب في نص الملعب، اللاعب الكرييتيف، اللاعب اللي يمسك لك الكوره يطلع لك بوش رجله اليمين كده، بوش رجله كده يطلع مهاجم شوت تسديده. لكن النهارده كنا شايفين امام عاشور، امام عاشور مش من لاعب نمره 8 اللي هو، او مش خبراته في اللاعب نمره 8 اللي هو يفك تكتل الفريق اللي قدامك. كنت محتاج النهارده فرجاني ساسي قوي قوي قوي، تنزل فرجاني ساسي بدل امام عاشور في نص الملعب علشان يشوف لك حلول، يلاقي لك حلول، يحاول يخترق من العمق، العمق اللي كنتش عارف تخترق منه تماما، كان ممكن كوره من فرجاني او بينيه من فرجاني كانت تفك لك التكتل ده كله وتوصل المهاجم بتاعك مصطفى محمد او ايا كان يجيب لك جول. ليه تخلي فرجاني جنبك لحد الدقيقه 92 لحد ما تفكر تنزله؟ ولما نزل حب ها يعمل لك شويه حاجه ويوصل كذا لاعب ووصل لك حتى فتوح في اخر دقيقه المباراه. فانت ليه؟
ليه مقعد جنب في الجيل الاساسي في دير اللي هو موجود في القايمه وقال له خلاص انا مكمل فريق مع الفريق لحد نهايه الموسم ومرحب جدا بالتجديد ومستني حد من الاداره يجدد لي. ليه بقى مقعد فرجاني جنبك؟ مش عارف. ليه مخلي بن شرقي لاخر الماتش؟ برده مش عارف بن شرقي مش عارف ماله، انا مش عارف ماله بصراحه بن شرقي. بن شرقي تحس اللي هو دماغه مش في الماتشات. بن شرقي عايز ياخد الكوره ويعدي ويفوت ويشوت، مش ماشيه معاه الكوره. بن شرقي الكوره مش ماشيه معاه، ولازم بن شرقي يكون مقتنع ان الكوره طالما هي مش ماشيه معاك يا معلم العب السهل. الكوره مش ماشيه معاك العب السهل. عمل الاوفر لاب طلع اوفر لاب، الكوره اللي لعب جنبك من نص الملعب جالك العب العب السهل، بلاش صعبه على نفسك، هي كده كده صعبه عليك، بلاش صعبه على نفسك اكتر من كده. وخرجنا الشوط الاول بسبب سوء الحظ 0-0، قلنا الشوط الثاني ان شاء الله لازم الزمالك يسجل، لازم الزمالك يسجل، وفعلا دخلنا الشوط الثاني. والغريب ان الزمالك طول المباراه بيوصل لجون اسوان. الغريب ان الزمالك طول المباراه بيوصل لجون اسوان بس ما بنسجلش. مش عارف الحظ ماله معانا، مش عارف الحظ النهارده كان ماله. حتى الشوط الثاني لما مصطفى محمد حط كره بدماغه برده جت في العارضه من فوق خرجت. هي مش مكتوبه ان احنا نكسب النهارده، هي مش مكتوبه ان احنا نكسب النهارده. رحنا بكذا فرصه، رحنا بكذا كوره، رحنا بكذا عارضه جت من لعبتنا، والحظ ما حلفناش ان احنا نكسب المباراه. ولكن الزمالك مش عايز حد يطلع ينتقد اللي هو ايه ده، ايه القرف ده، الزمالك كان بيلعب وحش، الزمالك كان سيء. لا لا، الزمالك ما كانش سيء، الزمالك كان كويس، بس في بعض الحاجات اللي لازم باتشيكو يخلي باله منها، زي مثلا ان اوباما يفضل لحد اخر ماتش. لا، انت فريق اللي دايما متكتل، اسحب اوباما، نزل اسامه فيصل او نزل ايا كان من المهاجم اللي تنزل جنب مصطفى محمد، وابتدي تلعب له عرضيات في ظل العرضيات. هي الحاجه الوحيده اللي بتوصل لمرمى اسوان، ارفع عرضيات ارفع عرضيات ارفع عرضيات. لكن اللي تفضل مخلي اوباما لحد اخر ماتش، مش فاهم مش فاهم. رجعنا بعد ما كنا متصدرين بفرق نقطتين، رجعنا تاني بعد التعادل دون هي نفس النقط، 20 نقطه للزمالك 20 نقطه للاهلي، فاللي هو هنا وهنا الدوري مولع. الاهلي يكسب الزمالك بيكسب، الاهلي بيتعادل مباراه الزمالك بيكسب مباراه، الاهلي بيكسب مباراه الزمالك بيتعادل مباراه، فالدوري مشتعل جدا جدا جدا. ولكن لسه بدري قوي على الدوري، لسه الاهلي هيوقع نقط تاني ولسه الزمالك هيوقع نقط تاني، بس اتمنى المباراه الجايه نبقى مركزين. الفريق يعني الفرقه بتاعت الدوري لازم باتشيكو يكون مقتنع ان فرق الدوري المصري هتنزل قدامك متكتله دفاعيا، مش هتلاقي فريق فاتح لك الملعب. والدليل النهارده علاء عبد العال بيلعب بالكلاحه القرويه، مفيش اي كوره، مفيش اي هجمه، مفيش اي جمله، مفيش اي حاجه خالص 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 خالص. كنا يعني اللي كنا ناقص بس ان يطلع بجول من المرمى يبقى تالت مع عبد الغني والونش، يبقى تالت معاهم في الدفاع والباقي كله يطير. غير كده الزمالك النهارده انا شايف ان الزمالك عمل مباراه كويسه من وجهه نظري. الزمالك قدم مباراه مميزه جدا، باتشيكو ما غلطش غلطات كارثيه، باتشيكو ما غلطش غلطات كارثيه، ولكن غلط غلطات لازم يخلي باله منها الماتشات اللي جايه. اتمنى ان شاء الله باذن الله الدوري ده يكون بتاعنا. احنا شايفين ان الزمالك كويس، الزمالك مش سيء تحت قياده باتشيكو، ولكن في بعض الحاجات لازم نتعلم منها. النهارده قدمنا مباراه كويسه، هارد لك لينا، قدر الله ما شاء فعل، خرجنا 0-0، خرجنا ببونت. الماتشات اللي جايه باذن الله نقدر نكسب فيها، ولازم لازم 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 اللعيبه اللي احنا جايبينها واللعيبه اللي دافعين فيها فلوس واللعيبه اللي هتفيد في الملعب نلعب بيها. فريق الاساسي اتمنى يخش التشكيله من المباراه الجايه، حمزه النصر يلعب مكان حازم امام، وتريح حازم امام تماما. بن شرقي لو مش فايق ريحه جنبك على الدكه شويه، تدي الانجم. لازم 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 نلاقي حلول للمباراه اللي جايه، لان الزمالك بالمنظر اللي احنا شفناه ان اي فريق يتكتل قدامك ما بقاش عندك حلول ان انت تجيب جون، او الحظ ما بقاش محالفك ان انت تجيب جون فتخرج المباراه 0-0، وممكن الفريق كمان يخطف جون ويخرجك خسران المباراه. لا، ده شيء مش مقبول. في الاول والاخر ده كان رايي انا في مباراه الزمالك واسوان، قول رايك انت في الكومنتس في المباراه، وقول لي الزمالك هل قادر السنه دي ياخد الدوري ولا لسه شويه تحت قياده باتشيكو. بس لو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك، ولو اول مره تشوفني انزل اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يجي لك كل جديد، عشان يوصل 5000 مشترك قبل نهايه 2021. وتابعونا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستجرام في الديسكربشن تحت، واعمل اشتراك على فيسبوك ريتويت على تويتر. وكان معاك مصطفى، اشوفك الحلقه الجايه، سلام.